وتبقى العلاقات بين إيران ومصر من أعقد العلاقات الخارجية لمصر مع دول محيطها الإقليمي، وعلى الرغم من أنه الدولتين بتمثلان اثنين من أكبر الكتل الإسلامية في العالم، بالإضافة إلى أنهم وتركيا من أكبر دول الشرق الأوسط حيث السكان، حيث المساحة، وحيث التاريخ والحضارة. ولكن العلاقات المصرية الإيرانية مرتبطة بكثير من التطورات والأحداث. كيف هي الآن؟ إلى أين تسير؟ هل هي في طريقها لعودة العلاقات الرسمية وأن يكون هناك سفارتين ممثلتين لدولتين في كل من العاصمتين طهران والقاهرة؟ كيف يرى القائم على المصالح الإيرانية في مصر هذا الغضب السلفي وهذا القلق الشعبي من قدوم السياح الإيرانيين في مصر؟ وكيف من الممكن أن يكون تقوية العلاقات المصرية الإيرانية في أي مجالات بالتحديد؟ وأسئلة أخرى بالتأكيد هنطرحها على سيادة السفير مجتبى أماني، رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة. صباح الخير سيادة السفير. صباح النور. كيف ترى العلاقات المصرية الإيرانية في الوقت الراهن، في الوقت الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات في غضون الشهور الماضية عمل قفزة كبيرة، ويعني أخذنا خطوات جادة في بين الإيران ومصر، وهذا السفريات الذي كان مساعد الوزير الخارجية هنا أمس أو أمبل أمس هنا وعنده زيارات، يعني يدل أن هناك يعني أشياء ويعني تقريب بين البلدين، ويعني علاقات بشكل جوهري موجود، وزيارات وتشاورات ومبادرة رئيس مرسي بشأن سوريا أو حاجات أخرى مثل فتح السياحة الإيرانية على أرض مصر، كلها يدل أن هناك تقدم كبير في هذا المجال. في بخصوص الموضوع والمسألة والأزمة السورية التي يعني للأسف شديد تتدهور يوما بعد الآخر، ونجد موقفين مختلفين سواء من موقف مصر، والرئيس مرسي أكثر من مرة دعا الرئيس بشار للتنحي عن مهام منصبه كرئيس للبلاد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعمه. هذا الموضوع هل هو محل نقاش تفاوض حوار بين مصر وإيران، أم أنه محل خلاف وربما هي منطقة شائكة لا يقترب منها؟ نحن دائما نركز على نقاط يعني نقاط مشترك بيننا. هناك يعني موضوع خروج بشار الأسد من الحكم، ولكن ليس موضوع الصورة يتم فقط في هذا خلاصته يكون في هذا الموضوع، إن تركيز على موضوع الخروج بشار الأسد من الحكم، لأن الآن هذا الفكر موجود عند كل الأطراف، خروج أو سقوط حكومة في سوريا سيؤثر على تدهور الوضع هناك وقتال ازدياد عدد القتلى هناك، لأن ليس هناك أي رؤية اتجاه مين يكون بديلا من النظام. احنا طرحنا موضوعات عديدة ومتفقين في كثير من الأشياء بين إيران ومصر، مثل لزوم التدخل لوقف نزيف الدم هناك أو عدم تدخل الخارجي هناك، والمساعدة عملية انتخابية هناك. كل هذا هل الثورات دائما مرتبطة بوجود سيناريو بديل أو ببديل آخر يحل محل من يحكم؟ يعني في الثورة المصرية لم يكن البديل واضحا أو مطروحا، كذلك نعم في الثورة الإيرانية. نعم، كلام حضرتك صحيح. الثورة الإيرانية كان عنده قائد قوي
وضع مصر مختلف تماما، ان الشعب المصري مختلف ممكن من ناحيه العواطف وكل شيء، مختلف تماما من الشعب السوري. وهنا كما كان يوجد اي سلاح في الشوارع، الان سوريا مليئه بالاسلحه ومقاتلين الاجانب التي دخلوا من الحدود تركيا والاردن والعراق وكله. هذا يعني يؤثر ان تدهور الاوضاع في سوريا وتاثير هذا التدهور وعدم الامن الى البلدان الجوار. هذا موضوع مهم جدا ويهتم بها مصر كثيرا. هل تشاورتم فيه، تحاورتم فيه، هل توصلتم الى يعني ربما رؤيه مشتركه؟ نحن ركزنا على الموضوع المبادرة رئيس مرسي بشان المبادرة الرباعية، ونستغل نرحب بحضور السعودية كما شارك مرة ولكن ما شارك في الاجتماعات بعده. وأعتقد هذا المبادرة إذا نحن نقويه سيكون تأثير كبير على تحسن الوضع في سوريا وفتح المجال مستقبل وأمل هناك. هل هي بالفعل جديرة بالاهتمام مبادرة رباعية مصر تركيا السعودية وإيران؟ ولدينا ثلاثة أطراف ربما يرون أنه على الرئيس السوري التنحي فيما عدا الجمهورية الإيرانية، كيف من الممكن الوصول لرؤية واحدة من خلال هذه طبعاً المبادرة؟ طبعا إذا نجتمع يمكن نكون في هناك خلافات في الرؤى في هذا الموضوع. الحديث والنقاش لازم يكون لحل هذا وتقريب الوجهات نظر بين البلدين. ولكن إذا كان موضوع بعد بسبب سوء الفهم أو عدم فهم الموضوع السوريا كان في مثلا 4 شهور قبل أو 6 شهور قبل، كان موضوع الأصلي هناك إصرار على خروج البشار الأسد من الحكم. الآن موضوع ليس هكذا، الآن موضوع الأولى الذي كل البلدان يتكلمون عنه وقف نزيف الدم. هل من الممكن وقف نزيف الدم مع استمرار الرئيس السوري؟ وقف نزيف الدم طبعا لازم يكون هناك عدم سماح لدخول الأسلحة في داخل مصر وداخل سوريا، وتركيز على موضوع وقف إطلاق النار بين كل الطرفين. بين كل الحكومة عنده سلاح، وهذا المقاتلين أكثرهم من الأجانب وليس الشعب السوري. هناك حديث أيضا عن وجود قوات إيرانية موجودة وأسلحة إيرانية. هذا ليس صحيحا، ونائب وزير خارجية كرر هذا الموضوع، وكما في مؤتمر صحفي أمس إحنا ما أرسلنا ولا نرسل سلاح إلى سوريا بسبب أن سوريا لديها أسلحة كثيرة. إذن تنفون ما وردت من أخبار عن مرور قناة سفينة إيرانية عملاقة بقناة السويس محملة بكثير من الأسلحة للداخل السوري؟ أنا تابعت هذا الموضوع من الإعلان هنا، وقالوا أن هناك مسؤولين المصري أكدوا أن هذا السفينة لا يوجد فيها سلاح. أعتقد في بعض الأطراف يكبرون بعض الموضوعات ويطلقون كاذيب علشان مصالحهم في منطقة. وأنا رأيت وكنت مشغول بزيارة نائب الوزير، ولكن سمعته وقرأته في الصحف والتلفزيون، قالوا إن هناك مسؤول مصري مش عارف اسمه، هو مسؤول كبير، قال إن هناك لا يوجد، أكد إن عدم وجود سلاح في هذا السفينة. ولكن إن وجود سلاح في داخل السفينة أو مش وجوده، هذا مرتبط بالقوانين الدولية التي تحكم، وليس هناك هذا الادعاءات أو هذا الموضوعات مكان أخذ القرار بالنسبة الموضوعات هامة مثل حوادث في سوريا. طبعا الموضوع السوري والمسألة السورية هي واحدة من أهم الموضوعات الآن، الأزمات الآن المسيطرة على كثير من الأمور، وبالتأكيد كان مهم أن نستفهم نستعلم كيف أثرت على العلاقات المصرية الإيرانية أو على
بدايات عودتها مرة أخرى وبشكل رسمي، ولكن نعود إلى تفاصيل العلاقات المصرية الإيرانية. ويعني لدينا سؤال طرحناه على السادة المشاهدين لاستيضاح رؤيتهم كمواطنين مصريين لدولة إيران. 1% اعتبروا إيران دولة صديقة، 22% اعتبروها حليف استراتيجي محتمل، 10% اعتبروها منافس إقليمي، 67% اعتبروا الدولة الإيرانية بمثابة العدو. كيف ترى هذه الرؤية؟ أولا لا أعتمد ولا تعتمد على هذا الاستطلاعات، لأن هذا القنوات وهذا إعطاء الصوت في هذا يعني استطلاعات بالسهولة ممكن أي شخص يعطي عشرات الأصوات. ولكن إذا أنا أمر في الشارع وعندي 3 سنين حضور في مصر، وكنت 4 سنين بين عام 96 حتى 2000 كنت موجود في القاهرة، وكنت موجود في القاهرة في عام 91 لفترة 6 شهور، يعني الآن أنا أعيش مع مصر منذ أكثر من 20 عاما. أعتقد شعب المصري والشعب الإيراني قريبين جدا، وأنا لا أحس أي فرق. حضور رئيس أحمدي نجات في القاهرة، وكنت أنا جالس جنبه في السيارة في كل الأماكن وكنت مرافقه، جاء باهتمام شديد من جانب شعب المصري. ولكن كانت هناك أيضا محاولة للاعتداء على الرئيس الإيراني. طبعا إعلام يركز على حاجات نادرة، لا نركز، ولكنها يعني جزء من التفاصيل المهمة التي من المهم أن نركز عليها حتى نقرأ الصورة. الترحاب مهم ومحاولة الاعتداء مهمة أيضا. نعم، محاولة اعتداء جاء من شخص واحد أو 2 شخص، ولكن الحضور الآلاف، أنا أتكلم من الآلاف، حضور الآلاف في الاستقبال الرئيس في أي مكان، وكما إحنا دعونا النخب المصرية حضروا من كل الأطياف السياسية المصرية في هذا عند سيادة الرئيس، ويعني من كل الأحزاب، من النائب أول الإخوان المسلمين، من الدكتور عمرو موسى، من الدكتور علاء مازي، ومن يعني رؤساء الكثير من الأحزاب. ولكن هناك بعض القوى السياسية ربما التي قطعت. طبعا نحن ليس ممكن نأخذ رضا ان كل فصل كل، ولكن طيب، ولكن تعرضت بنفسك سيادة السفير مؤخرا لمنع من حضور واحدة من الندوات التي عقدت في الأزهر الشريف، وهي كانت عن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن الفكر الشيعي أو المذهب الشيعي. كان هناك قطع للطريق، كان هناك احتجاج، وكان هناك رفض لحضوركم هذه الندوة. أولا عندي يعني ملاحظتين على هذا الموضوع. طلب مني علشان أروح وألغي كلمة في مولد سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وأنا قبلته، وهناك دعوة للحضور السفراء الآخرين، أرسلوا لنا دعوة وطلبوا مني كلمة وقلت نعم. أنا حضرت هناك، ولكن شفت هناك حوالي 50 أو 60 شخص اجتمعوا هناك، والمنظمين طلبوا مني عدم إلقاء كلمة، و أنا نشرت هذا الكلمة موجودة على النت دلوقتي. ولكن الموضوع الحضوري هناك، عندما يتهمون إيران وهذا مؤامرة غريبة، لأن أشخاص أعداء الإيران من الشيعة، لأن الشيعة ليس فصيل واحد مثل الأهل السنة. الآن هناك من أهل السنة يطلقون فتاوى لذبح السيدات في سوريا، موجودة على النت، لذبح السيدات في نعم سوريا. وللزواج معهم بالإجبار، هذا الموضوع موجود على النت. أو الانفجارات الذي
التي موجودة في الأرض العراقي وباكستاني ضد الشيعة. كل يوم بيقتل هناك عدد عشرات في هذا الانفجارات ضد أماكن الشيعة. لا أنا لا أؤمم هذا الموضوع على كل أهل السنة. لا تعممه نعم. على كل أهل السنة. نعم. ولكن إذا هناك في أشخاص القنوات بيحرضوا قنوات شيئية وباسم الشيعة بيحرضوا ضد السنة وفي قنوات سنية بيحرضوا ضد الشيعة. قنوات بمعنى قنوات تلفزيونية. قنوات تلفزيونية. وهم يأخذون يعني رؤيتهم اتجاه الشيعة من هذا الموضوع. طيب ولكن ده عالميا، ولكن عندما نتحدث عن الداخل المصري هناك تخوف من مد شيعي، هناك تخوف من مؤامرة إيرانية. اسمح لي سيادة السفير سنستمع على لإجابتك ولكن بعد الفاصل، سنستمع إليها بعد الفاصل.